اهلا بكم مع مهند من حموده للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم هوريلكم سياره الاكثر طلبا واكثر مبيعا عندنا من سيارات البيك اب السيلفرادو موديل 21. هي اكثر طلبا لان هي سياره الشغل فعلا، يعني دايما الناس بتاخدها للبر وللبحر وللجر، لعزبه، للمزرعه، دايما زبائننا الكرام بياخدوها دايما، بيحبوها للبيت، وهي السياره العمليه جدا ما شاء الله، لان هي احنا عارفين طبعا شغل السلندرات بيكون منفصل 8 سلندر طبعا، بس ما بتبداش شغل غير على سلندرين، وبقيه السلندرات حره ودايناميك حسب الاستخدام، بتفتح وتقفل السلندرات بدون تدخل من السائق عشان تدينا احسن استهلاك في صرفيه البترول. يلا بينا نبص على مواصفاتها من الداخل. زي ما انتم شايفين اول شيء بيلفت نظرنا في السياره السيلفرادو ال تي هي الشبك الكروم العريض، زي ما احنا شايفين شكل طبعا ما شاء الله ليه هيبه. السياره بيكون فيها مواصفات تشغيل عن بعد، حساسات اماميه وخلفيه، نقاط عميه على المرايات، رنجات عندنا بتكون طبعا كروم اياس 18، السسبنشن او الجنبنات هي زد 71 يعني هتودينا الرمل بكل سهوله، في مرايه عليها الاشارات، نقاط عميه على المرايات، دخول ذكي على الابواب. هنشوف استهلاك البترول، زي ما قلت لكم هي السياره ما شاء الله الصرفيه بتاعتها ممتازه، من حيث ان هي بتدينا 10 لتر في 10 كيلو في اللتر الواحد. تانك سعته 98 لتر. الليتات ال دي اماميه وخلفيه، دول اكزوست، كاميرتين خلفيتين، الكنظره كمان هي ال تي زي ما احنا شايفين. ده حجم السياره وشكلها. انا عندي حاليا اللون الابيض فقط هو اللي توفر او تبقى يعني من الاستوك اللي كان موجود عندنا. الفئه دي ناس كتير بتحبها عشان طبعا حجمها والمساحه الخلفيه، المكيف الخلفي. شوف كمان الداخل، تخشيب على الابواب، ده شيء مهم جدا اللي هو الفور باي فور الكامل، اوتو، فور هاي، فور لو، وتو هاي، والمود الجر زي ما احنا شايفين، الهاند بريك اوتوماتيك، مثبت سرعه، عداد ديجيتال، الجير العلاجي زي ما بيقولوا، السيت متحرك، هنا السده المتحركه تدينا هنا ساعه تخزين او نستخدمها كسيت وليه حزام، يعني في راكب يقدر يركب هنا في الصف الاول. يبقى كده السياره دي 6 ركاب مش 5. البصمه طبعا موجوده، شاشه الابل كار بلاي، الاندرويد اوتو زي ما احنا شايفين، الواي فاي، ايه كمان، دي المواصفات الجاهزه والكامله على السياره. السياره بينزل معاها عروض ممتازه خاصه للقطاع الحكومي، تأمين شامل سنة، تسجيل في أبو ظبي مخفي، 4 سنوات مساعدة على الطريق، 3 سنين أو 60,000 كيلو سيرفيس. إيه كمان عايزين؟ طبعا ممكن إضافة الدواسات، وممكن إضافة رش الحوض، لأن هي الحوض تبعها بيجي زي ما أنتم شايفين بدون الرش، وممكن غطا للحوض أو التسكيرة زي ما بيقولوا كمان. كل ده متوفر عندنا، بيكون إضافي على سعر السيارة. يلا اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات عشان تحجزوا سيارتكم اليوم. اهلا بكم.